رباب، ما شربتيش الشاي ليا يا رباب؟ رباب يا عمتي، شايك برد يا حبيبتي، ما شربتوش ليه؟ مش طب هعمل انا عامله قهوه اهو واعمل حساب، تشربي معايا اي حاجه يا عمتي. رحت له ليه يا رباب؟ مش اول مره اروح له يا عمتي. امال ايه اللي اتغير بقى المره دي؟ مش عارفه يا عمتي، وده اللي محيرني. تلاعب سرعني يا عمتي، سرعني لدرجه انه نساني انه جاري، نساني انه اول مره يا عمتي اروح معاه السيما، نساني يا عمتي انه خلاني احبه من غير ما اخد بالي. انا هسرعه زي ما سرعني يا عمتي، انا لازم اكسر مناخيره واهينه. اديك حبستيه وزمانه معدموه العافيه جوه، وبكره الصبح هيطلع على النيابه، وهتبقى التحقيقات بقى اللي على حق ربنا. ساعتها بقى هتقولي لهم ايه؟ ان انت اللي رحتي له وانكم عشاق، ولا هتكدبي يا بنت اخويا؟ يعني ايه يا عمتي؟ عايزاني اتنازل؟ انا ما قلتلكيش اتنازلي، بس عايزين نعرف بقى الموضوع ده هيوصلنا لغايه فين؟ هتقولي الحقيقه ناقصه، ولا هتقوليها كامله بما يرضي الله؟ اتكلمي. الو. ايوه كبير. ايه صباحتك غامقه زي اللي خلفتك؟ ضيفوهم خمسه، يلا بقى اللي جوه. عدي يا معداوي. امسك يلا، روح كني في الحاجه مع الرجاله فوق وبرجعني. يلا صباح الخير يا موز. صباح الفل يا غالي. وحشاني يا موز. موز ما خلاص بقى راحت علينا يا معلم. مين الحمار اللي قال كده؟ ده الدهن في العتاق. يا بطة الزمن اللالي، يا حتة من القلب من جوه. يخرب بيت لسانك اللي عايز قطعه من حلاوته ده. الله الله الله، ولما هو حلو عايز اقطعه ليه؟ عشان يتقرقش. احب القرقيش. انا عامل دماغ قرقيش علشان ما بقاش في حشيش. رجع لك يا بطة، مستنياك يا حب. اوعى. صباح الخير يا باشا. اهلا. خير يا باشا؟ في ايه؟ اي خدمه؟ معلمك فين يا هلا؟ خير يا باشا. سمعت معلم راح مشوار وجاي ان شاء الله. بتدور على حاجه؟ بتدور على امك، سمعنا انها عملت عمره وجت على هنا. سابت يالا. حاضر يا باشا. السلام عليكم يا رجال. صباح الخير يا باشا. صباح النور. صباح الخير يا باشا. خير يا طه؟ الباشا شكله ضيع حاجه وجاي يدور عليها هنا يا كبير. صابي معفن نايس ربايه. امشي هات، خش جوه هات الكراسي للباشوات. حاضر يا كبير. خير يا باشا؟ محمد بركات، الشهرة امريكاني. خدامك وخدام الحكومة. أؤمر. لا، اصل جات لنا اخباريه كده عايزين نطمن. بيتك ومطرحك، خد راحتك يا باشا. راضي، معاك اتنين من الرجاله وخشوا قلبوا لي الحته اللي جوه دي. تمام يا عمر بيه. اخبار الحبسه الاخرانيه ايه يا امريكاني؟ ربك كريم وغفور،
القرش الحلال مفيش احلى ولا اروق ولا اطرى منه. امال ايه يا باشا؟ والحمد لله زي ما انت شايف كده الصيني، ربنا بيكرمنا في الصيني. طب والمخدرات؟ اعوذ بالله من اللبش واللي بيجي منه اكتر من سيجارة الاستباحة وكوباية الشاي الحلوة. مفيش زي اي مواطن شريف. تشربوا شاي يا بهوات على ما الرجالة هيخلصوا النخلة السودة اللي هتبوظ البضاعة اللي بناكل منها عيش. لا بعدين، في المكتب عندي ان شاء الله. يا سلام يا باشا، ده شرف لينا كبير، بس انت امر بزيارة وشوف ولاد البلد هيعملوا واجب ازاي معاك يا باشا. ناصر خش انت شوف جوه. اما انت على الكراتين دي؟ مفيش حاجه في الكراتين يا باشا. يعني هم دول اللي انت لقيتهم؟ انده لي عمر بيه. تمام سعادتك يا باشا. فين؟ جوه يا باشا. طب روح انت. يقولك القعدة جوه أحلى من هنا بكتير يا أيمن بيه. لا والله، هتقوم أمريكاني يفرج عمر بيه على القعدة اللي جوه. أوي أوي يا باشا، اتفضل. اتفضل يا باشا. اتفضل يا باشا، اتفضل. اتفضل يا باشا. حرزهم يا راجل. دي صندره دي؟ لا يا باشا. امال ايه دي؟ دي بتوصل لشقه صاحبه البيت. اصل في الاصل كان في هنا سلم على زوم، بس اما انا بقى اجرت المطرح شلته وهي سدت الفتحه. تمام راضي. ايه يا عمر بيه؟ تمام يا باشا، هنشوف. صباح الخير يا سونسون. صباح الخير يا روح سونسون. ايه يا حبيبتي، ده شيش على الصبح. يا حبيبتي خف شوية. يا بيت خليكي في حالك يا موزة انت. تفضل يا باشا. اهو البيت قدام حضرتك ومفهوش اي حاجة. انت بقى ام ميرفت صاحبه البيت؟ تحت امرك يا باشا. اخبار الشغل ايه يا ام ميرفت؟ الحال واقف على الكل يا باشا. شغل ايه يا باشا ولا مؤاخذه؟ الشغل يا ام ميرفت شغل. ما تقولي لها حاجه يا ميرفت بدل ما انت عماله تنغزي في الست كده.
لا هو انت بتشتغلي ايه يا ميرفت؟ في مصنع. مصنع ايه يعني؟ البان. البان؟ لا ما هو لازم طبعا. وانتوا ساكنين هنا من زمان بقى؟ متربية هنا يا باشا، ده بيت أهلي. أمال إيه حكاية المعادي دي؟ لا دي كانت لزوم الزباين بس، يا أصل البيت كان بيتنكس فأنا أجرتها سنتين بس خلاص. رممتوه؟ آه طبعا يا باشا رممناه. أمال إيه؟ لا بس كلفك كتير بقى. كلفني ياما يا باشا، غرمت ياما. لا يا شيخة بس هو يستاهل برضه. طبعا، امال ايه؟ ملكي وما حلتيش غيره يا باشا. يا باشا احنا ولايه ما عندناش راجل. ازاي بقى الكلام ده؟ امال المعلم راح فين؟ هو كبير المنطقه واكيد قايم معاكم بالواجب والزياده. طبعا امال ايه؟ هو احنا لينا بركه الا المعلم؟ ربنا يكرمه يا رب. ده الواجب يا ام مرفت. هو انتوا ما عندكوش شاي ولا انتوا بخله ولا ايه بالظبط؟ عيب الشوم يا باشا. قوم يا مرفت اعملي دور شاي للباشا. عيني يا كبرنا، سكرك ايه يا باشا؟ مظبوط مظبوط يا مربت. ماشي. السلام عليكم. عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. اتفضل يا باشا. الأخبار؟ ازيك يا أمريكاني؟ الله يسلمك يا باشا. سيجارة أم مربت؟ متشكرين يا باشا. ايه بطلتيها دي كمان؟ بشرب شيشه يا باشا. احسن برضه. اسحب سيجاره امريكاني. ايه؟ اسحب ما تتكسفش. ولا انت كمان بطلت؟ لا يا باشا. منين ما نحترم. كلفك كتير بقى البيت ده؟ كلفني ياما يا باشا، غرمت ياما. طب وعملتوا ايه مع الحل؟ كل غرض وله هدية يا باشا. يا باشا البيوت في الحتة كلها متنيلة والحكومة عارفة كده كويس، هنعمل ايه يعني؟ هنعيش في الشارع؟ طب وكملها المعادي بس. معادي ايه يا باشا؟ ده المعادي اجرتها بالشوا والكوا. دي النيل عليا وعلى لساني. ايه الحاجات دي يا باشا؟ الحاجة دي بقيتها فين يا أمريكان؟ حاجتي يا باشا. لا ما هي مش في وزير مدار ولا البعيد أعمد. الحاجات دي، الحاجة دي بقيتها فين؟ أنا مؤجر المحل اللي تحت بالمخزن بتاعه بس، صمت واحد بره باب المحل معرفش. الحاجة دي بتاعت مين يا ميرفت؟ معرفش. متأكدة؟ وشرف أمي ما أعرف عنها أي حاجة يا باشا، لا أنا ولا أمي. لا طالما حلفت بشرف الغالية يبقى صادقة. لقيتوا الحاجة دي فين يا راضي؟ على السطوح يا عمر بيه. ما تيجي نبص يا باشا. ماله؟ ناخد فكرة. خد يا راضي، خليهم يحرزوا الحاجات دي وتعالى ورايا. يا باشا أنا ماليش دعوة بالكلام ده يا باشا، وأنا مالي بس يا باشا. إيه مش يلا بينا إحنا كمان؟ انت طلعت مهم قوي يا امريكاني. اتفضل يا باشا. ده انت اللي باشا. اتفضل قدام يا مبارك. اتفضل. طب يا اخوي اتفضل.